السلام عليكم. اليوم نروح للولايه تاع ورقلة اللي نقف على الاشغال نتاع الفندق الجديد اللي راه قيد الانشاء، فندق ذات 4 نجوم، واللي يعني الاشغال تاع الهندسة المدنية تقريبا انتهت، والملاحظ انه يعني الطراز معماري جميل جدا، يعني ذات صلة بالموروث العمراني الجزائري. نخليكم تابعوا الفيديو على كل حال، نكتفي بهذا القدر والسلام عليكم.